مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من امام بوابة ملعب أدرار وتوافد الجماهير الرجوية من اجل متابعة مباراة حسني تقدير والرجاء الرياضي البيضاوي بطبيعة الحال اللي غادي تجرى بملعب أدرار، وبطبيعة الحال تفصيلنا فقط اقل من ساعتين على انطلاق المباراة، اعداد مهمة جدا من جمهور الرجاء الرياضي البيضاوي اللي حل بمدينة تقدير من اجل مؤازرة فريقه في هذه المباراة الهامة، في هذه المباراة اللي غادي تنطلق عند حدود الساعة 8:30. فجمهور الرجاء رغم المنع بطبيعة الحال ورغم ايضا يعني هذا المنع اللي خص يعني التنقلات، فاعداد هامة حلت بمدينة أكادير من أجل مساندة فريقها في هذا المباراة الهامة اللي غادي تنطلق كما قلت عند حدود الساعة 8:30. كما كتشوفوا عملية تفتيش محكمة على بوابات ملعب أدرار، خاصة البوابة المخصصة لدخول الجماهير الرجوية، فتحية خاصة لكل رجال الأمن الذين يواكبون يعني هذه عملية الدخول من أجل تأمين هذا العرس الكروي الهام كما كتشوفوا معنا، من أجل متابعة فريقها المفضل اللي هو الرجاء الرياضي البيضاوي في هذه المباراة الهامة. هكذا إذا هي الأجواء من أجل تأمين دخول الجماهير الرجوية الحاضرة في هذا المباراة. صراحة جمهور الرجاء جمهور وفي جمهور اللي كيعشق الفريق ديالو ويرافقه في السراء والضراء كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر اللي كنرسل لكم من خلاله الأجواء ديال دخول الجماهير الرجوية اللي حاضرة لملعب أدرار لمواكبة هذه المباراة. كما كيطلح لكم فكاين تعزيزات امنيه كبيره جدا ومختلف التلاوين الامنيه حاضره بمختلف البوابات ديال الملعب من اجل تامين عمليه دخول الجماهير، ومن اجل ايضا الحرص على كل صغيره وكبيره من اجل ان تمر يعني هذه المباراه في احسن الظروف. فمباراه حسني تقدير والرجاء الرياضي البيضاوي التي ستنطلق عند حدود الساعة 8:30، مباراة ينتظر منها الشيء الكثير. يا